المصابرة على الطاعات، والمصابرة على الطاعات هو أحد أصناف الصبر الثلاثة. فالصبر كما تعلمون صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأقدار. وهذا صنف من أصناف الصبر، الصبر على طاعة الله. وفي حقيقة الأمر أننا، ولا أزكي نفسي بذلك، نرى كثيرا من إخواننا يهملون كثيرا من الطاعات التي قد تقربهم من رب الأرض والسماوات مع استطاعتهم على ذلك ومع قدرتهم على ذلك، ولكن لا تدري ما السبب. مثال ذلك أنني دخلت مسجدا ذات يوم من بعد صلاة الفجر، دخلت المسجد لصلاة الفجر، وبعد الصلاة مباشرة التفت الإمام إلى المصلين ودعا دعاء قدر يمكن 5 دقائق أو أقل من ذلك، ثم صافح المصلين، فالتفت يمنة ويسرة فما وجدت أحد. أما علم هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما فله، أو معنى الحديث، له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، فثلاث مرات وصلى يقول تامة تامة تامة، له أجر حجة وعمرة. إما أن يكون هذا الإنسان أو هؤلاء الأشخاص لا يعلمون، وهذا أمر مستبعد، لأن الإخوة مطاوع واللافتة معلقة الجدار، فرص ذهبية. ولعل بعضكم شاهد هذه الورقة المنشورة في عدة مساجد، وهذا المسجد من ضمن تلك المساجد، أو أنه غني عن أجر حج وعمرة، أو أنه عنده بعض المشاغل، وهذا قد يكون يعذر، لكن يعني غالب الأمر الغالب، يعني أو الحالة الغالبة، أنه لا يشغل الإنسان، مش أشغال بين الفجر وطلوع الشمس، مش أشغال، إلا السرير والوسادة والبطانية ما شرف. أما إذا كان هذا فليس بعذر، يشتري هذه الأسرة والوسائد والبطانيات الدنيوية ويترك سرور، يترك صورا مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن هذا هو الجنون بعينه. فلماذا لا تجاهد النفوس على مدى هذه الطاعات عند الاستطاعة؟ لماذا؟ ما الذي يقعد العبد عن هذه الطاعات وهذه النوافل مع الاستطاعة والقدرة؟ بمجرد أن يصلي الفجر انصب إلى فراشه، مشي عن غير الفراش. وحقيقة الأمر كما قيل في المعاصي: لا تنظر إلى المعصية من حيث أنها معصية، ولكن انظر من حيث أنها في حق من تكون. كذلك ينظر في الطاعات: لا تنظر إلى الطاعات من حيث أنها نافلة أو صغيرة أو عظيمة من جلاء الأعمال، ولكن انظر إلى فقرك إليها وحاجتك إليها. أنت المحتاج إلى هذا الأجر، وأنت المستقر إلى هذا الثواب، فلماذا الإهمال؟ ومن الطاعات كذلك صلاة الضحى. إن بابا خصه الله تعالى من أبواب الجنة للمحافظين على صلاة الضحى، فإذا ما دخل منه هؤلاء أغلق. فهل جهلنا هذا أو نحن أغنياء عن ذلك؟
وكذلك من الأمور التي يهملها كثير كثير من الإخوة أذكار الصباح والمساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم غفرت له خطأ 100 مرة غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. يعني هل نحن أغنياء عن ذلك؟ بالطبع لا. ولكن الكسل ولا يفوز بالجنة كسول، الكسل ولا يفوز ولا يدخل الجنة كسول. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. فالكسول محروم ومخلول. وكذلك من الأمور من الطاعات التي نهملها كثيرا ونقصر فيها كثيرا قيام الليل، ونسأل الله العافية. نحن الآن ما تجلس مستقيم إلا ويقول لك الأمة ضاعت، الأمة فسدت، الأمة هلكت، الأمة احلولكت فيها ظلمات الجهل والذنوب والطغيان والبغي والبعد عن الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جل عليه الليل من أوله إلى آخره نوم. إذا ما الفائدة؟ أنت واحد من الذين تضج الأرض منك، أنت واحد من الذين شاركوا الأمة أو شاركوا في تضليل الأمة وفي ضياع الأمة، ما علمك بأنها في أحوج الناس إليك إلى ركعتين في جوف الليل ودعوتين ودمعتين في جوف الليل. الأمة بحاجة إليك. يأتي ما نجلس في مجلس إلا ونجد الإحباط كله، جبال من التشاؤم، راسيات شامخات بادخات على رؤوس كثير من الإخوان. لماذا هذا؟ الأمة تحتاج إلى 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 قوم إذا جل الظلام عليهم طاروا إلى الملكوت بالأسرار، قربانهم أرواحهم ونعيمهم داب على السبحات والأذكار. خبت إذا جل الظلام عليهم سجدوا على الكفنات كالأحجار. الأمة بحاجة إلى هؤلاء. أما عبد يشمئذ ويعني يذكر لك مآس الأمة ومصائب الأمة وأهوال الأمة ولا يقدم لها شيء حتى وإن كان داعيا، أي دعوة لا تلج من محراب قيام الليل لا حياة فيها، لأن الله جلت قدرته وتعالت عظمته قبل أن يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قم الليل إلا قليل. قال له: سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال قبل ذلك: قم الليل إلا قليلا حتى تكون مؤهلا للحمل الثقيل. ونحن إن كنا نريد أن نكون دعاء، ولا بد أن نكون، بل وواجب علينا أن نكون دعاء، إذا كنا نريد أن نكون دعاة للحق والخير والاستقامة والهدى، لا بد من سجدات الليل وركعات الليل ودمعات الليل ودعوات الليل وقيام الليل وتلاوة الليل وتضرع الليل وابتهال الليل، لا بد من هذا. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. والصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، قالوا: كنا نقوم الليل حتى تتفطر أقدامنا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. قيام الليل
ما أظن أحد منكم تخفى فضائله عليه،